وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من منى أمل الحناوي موفدة القاهرة الإخبارية. أمل، أهلا بك وكل عام وأنت بخير، حجا مقبولا. كيف تتم عملية تسيير الحج أمنيا وصحيا أمل؟ نعم، كل عام وأنت بخير داليا، وكل عام وأستاذ المشاهدين بألف خير. يعني عيد أضحى مبارك، أعاده الله علينا على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. بدأ الحجاج بطواف الإفاضة بينما بدأوا في المسجد الحرام اليوم الأربعاء وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة. تم تسجيل حوالي 1000 حالة إجهاد حراري بين الحجاج في المشاعر المقدسة. وزارة الصحة السعودية بين الحين والآخر تجدد تحذير الحجاج من التعرض لأشعة الشمس مباشرة وعدم الوقوف في صفوف الانتظار طويلا. أعراض الإجهاد الحراري: صداع، غثيان، دوخة، ضعف، يعني عطش، تعرق شديد، ارتفاع بدرجة الحرارة. وزارة الصحة السعودية طلب ضيوف الرحمن عبر حسابها في تويتر بعدم الإجهاد والإكثار من شرب الماء البارد حال الإصابة، وأيضا إزالة الملابس غير الضرورية بما فيها الأحذية والجوارب، وتبريد يعني المصاب بالكمادات الباردة. استقبال السعودية لحجاج بيت الله الحرام بهذا العدد هو يعد إنجاز مهم نظرا لما شهده العالم من تحديات على مختلف الأصعدة بسبب جائحة كورونا. المملكة تعمل على زيادة العدد تدريجيا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وسخرت أيضا المملكة إمكاناتها وخبراتها المتراكمة في إدارة الحشود لأن يكون هذا الموسم موسم الحج مثال يحتذى به في ضبط الأمن وأداء الفريضة في أجواء آمنة ومستقرة، والعمل أيضا على كل ما يضمن أمن الحج وأمن الحج بشكل عام وسلامة الحجاج. وزارة الصحة أيضا أعلنت أنه عدد كبير من الحجاج تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بلغ حوالي أكثر من 100,000 حاج وحاجة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم أمس الموافق 9 من ذي الحجه. ضيوف الرحمن يعني استفادوا من الخدمات العلاجيه التخصصيه النوعيه حسب وزاره الصحه، لانه المستشفيات يعني قدمت مجموعه من الخدمات كاجراء عمليات قلب مفتوح وقسطره للقلب وعمليات غسيل كلوي وغيرها. وايضا وزارة الصحة السعودية يعني شاركت يعني الصحة ببعض الخدمات للمستفيدين من الخدمات في الصحة الافتراضية حوالي أكثر من 4,000 مستفيد. نعم، أمل، ربما أنت ذكرتي أن الأعداد بهذا الكم هي تحدي كبير، خاصة وأن هذا العام ربما شهد عودة الأعداد لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وتقولين أيضا أن المملكة العربية السعودية تنوي زيادة هذه الأعداد أمنيا. أمل، أيضا إلى أي مدى تمثل هذه الأعداد تحديا كبيرا للمملكة، وكيف تتعامل في هذا الشق؟ أنت ذكرتي الشق الصحي، ماذا عن الشق الأمني؟ هناك إجراءات أمنية مشددة، دوريات أمنية مكثفة، والدليل على ذلك رغم عدد ضيوف الرحمن أو عدد حجاج بيت الله الحرام الذي وصل إلى أكثر من 3,500,000، إلا أن هناك عدم تزاحم أو عدم تدافع، لأن هناك سهولة ويسر في تسيير وتيسير الحركة المرورية، تسير بشكل انسيابي، تسير على ما يرام. أيضا وجود يعني القوات الأمنية المكثفة لعدم دخول أي عربة يعني مخالفة لا تحمل أي تصاريح لأداء مناسك الحج. كل هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية السعودية سهلت كثيرا على ضيوف الرحمن منذ بداية وصولهم إلى مشعر منى لأداء مناسك الحج وحتى بعد انتهاء هذه المناسك وعودتهم إلى أوطانهم. يعني حجاج بيت الله الحرام يكملوا طواف الإفاضة بالحرم المكي الشريف وسط أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان، وأيضا منظومة
للخدمات المتكامله هيئتها حكومه خادم الحرمين الشريفين. يعني استطيع ان اقول لك ان يعني هذا الموسم شهد اعداد كبيره من ضيوف الرحمن الذين يؤدون مناسك الحج وصلت الى ما قبل جائحه كورونا من حيث الاعداد، وربما تفوقت عن ما قبل كورونا من حيث الاعداد ونسبه يعني مشاركه ضيوف الرحمن في اداء مناسك الحج هذا العام. نعم، هل هناك تدقيق رسمي بالاعداد امل، لانه ربما تختلف الارقام من حين لاخر؟ والله يعني كما تعلمي داليا حجاج بيت الله الحرام هنا متواجدون اكثر بالملايين، حسب الاحصاءات ذكرت بعض الاحصاءات انه اكثر من 3.5 مليون قد تصل الى 4 مليون. يعني الكثير من المصادر تؤكد ان الاعداد هي مليونيه. نعم، ربما بالأمس كان قد قيل أن العدد 1,800,000 حاج، لكن أمل هل هناك ربما متطوعين وصلوا إلى المناسك داليا؟ نعم. ولكن بصفة عامة يعني إذا كان 1,800,000 حاج يصلوا نعم. إلى مشعر منى والباقو يعني باقي الحجاج بيت الله الحرام يتوافدون بعد ذلك، يعني استقبل مشعر عرفات جبل الرحمة بالأمس أكثر من 2.5 مليون حاج من حجاج بيت الله الحرام. نعم، ربما أيضا أمل كان هناك حديث عن أن هناك عدد كبير من المتطوعين يخدمون ضيوف الرحمن، إلى أي مدى هذا الملمح أو هذه الصورة شاهدتيها خلال مناسك الحج هذا العام؟ يعني في جميع المناسك التي زرتها داليا بداية من مشعر منى توجد خدمات تطوعية بالتكاتف مع الجهات المعنية بتنظيم الحج، سواء من حيث التعقيم أو تقديم الخدمات السريعة، تقديم الخدمات الطبية، من حيث النظافة، مساعدة الحجاج، تقديم لهم وجبات جافة أو تقديم حتى لهم المياه، الإسعافات الأولية من قبل بعض المتطوعين في حال وجود أي حالة طارئة نتيجة بالطبع لشدة الحرارة. نعم، أمل أخيرا، ربما هذا التجمع الإنساني الذي فيه ربما كل الألوان والأجناس والأعراق واللغات ربما لا يتكرر، إحساسك الشخصي أمل أثناء أداء هذه المناسك؟ الإحساس لا يوصف داليا، والمشاعر الموجودة هنا والتي من الممكن أن يشعر بها أي حاج أو أي من ضيوف الرحمن هي لا توصف، وإن كان مفوها لا يستطيع التعبير عن ما يشاهده. هي أجواء إيمانية، أجواء روحانية، لا أحد هنا يريد سوى المغفرة ولا يريد سوى الدعاء والتقرب والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الكل هنا يسعى لإرضاء الله، الكل هنا يتودد ويتقرب إلى الله بالدعاء. الكثيرون في الشوارع حينما تسير في الشوارع لبيك اللهم، يرددون هذه التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيضا يكثرون من الدعاء ويكررونه تقربا إلى الله لينالوا الجنة. يعني المشهد هنا مهيب والحدث جلل. نعم، أمل دعواتك من هناك، أمل الحناوي موفدة القاهرة الإخبارية من منى، شكرا جزيلا لك يا أمل.